النهارده ان شاء الله سوريا على السيستك تايمر. المره اللي فاتت احنا خدنا اليو ارت وقلنا ان اليو ارت ده سيريال بروتوكول. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السيستك تايمر، والسيستك تايمر ده حاجه مختلفه. ايه بقى السيستك تايمر؟ السيستك تايمر ده عباره عن بلوك موجود في المايكرو كنترولر مسؤول عن ان هو بيعمل كاونتينج. فانا ليه بنستخدمه؟ احنا بنستخدمه عشان نعمل ديلي، يعني مثلا عندنا ابلكيشنز بنكتبها زي اللي موجود في البروجكت عندنا، ان انا عايزه استنى ديلي معين عشان اعمل اكشن معين، اللي هو ان انا كل شويه اكابتشر كوردينتس من الجي بي اس. فانا مثلا على حسب الداتا شيت مثلا او على حسب الريكويرمنت بتاعتي، لان ممكن اكابتشر الكوردينيتس دي مثلا كل 1 مللي سكند. لسه الصوت بيقطع. تمام، فده البلوك ايه اللي بيساعدنا على كده. طيب احنا عندنا طريقتين for making delays. حاجة اسمها software delay، اللي أنا أعمل loop، أعمل مثلا for loop وأقعد ألف كده مثلا بتاع 1000 لفة 2000 لفة، وبحاول estimate roughly مثلا إن مثلا 1000 لفة دي تعملي مثلا إيه 1 مللي سكند. دايما اللوبس دي مش مفضلة قوي لأنها مش بتبقى accurate، فاحنا عشان كده بنعتمد على حاجة اسمها static time. فالملخص، السيستك تايمر ده قالك هو simple counter احنا بنستخدمه نكريت بيه تايم ديليز ونجنريت بيه البريودك انتربت. فانت لو عايز تعمل انتربت كل مثلا فترة 5 مللي سكند، كل 1 سكند، وات ايفر بقى حسب الحاجة اللي انت عايز تعملها، انت تقدر تستخدم السيستك تايمر. طيب السيستك تايمر ده عبارة عن ايه؟ قالك عبارة عن ان هو فيه شوية ريجسترز بتعمل كنترول للسيستك تايمر ده. واحد منهم بيشيل الفاليو اللي بيقعد يعمل لها كاونتينج، يعني انت بتحط الفاليو اللي انت مثلا عايز تعد مثلا 80,000 مرة، يعني من 80,000 مرة لغاية 0 عايز تعدهم. فهو انت بتحط الفاليو دي في ريجستر معين وهو يبتدي ايه يعمل زي كاونت داون كده، يقعد يعد يديكريمنت كل مرة. طيب الماكسيمم سايز بتاع الكاونتر ده قد ايه؟ قالك هو 24 بت داون كاونتر. مهندسة، نعم، هو 80,000 مرة ده يعني قد إيه وقت قد إيه؟ أو ده لسه هنحسبه، اديني بس ايه وقت، احنا لسه بندي الانترودكشن. تمام، قالك السيستم تايمر ده بيرن على الباس كلوك فريكوانسي، على حسب الفريكوانسي بتاعتي هو بيرن عليها. طيب في شوية ريجسترز كده صغيرين انتوا هتلاقوا اصلا في الداتا شيت، هو جزء صغير عن السيستم تايمر، يعني يمكن more information هتلاقوها في الشابتر في الكتاب اكتر من الداتا شيت على السيستم تايمر. هو عنده كذا ريجستر، واحد بنعمل فيه الكنترول بتاع السيستك تايمر، اللي احنا نعمل انيبل ولا او ديسيبل السيستك تايمر. احنا قلنا ان احنا دايما في اول الكونفيجريشن بنديسيبل، وبعد كده نعمل الكونفيجريشن، وبعد كده انيبل. دي خطوة أساسية عشان قلنا ان هو ما يحصلش فايرنج للسيستك تايمر وانا بعمل كونفيجريشن ليه. تمام، الريجستر اللي هو الكنترول ده، خليني بس انوتيت ريجستر كنترول ده فيه شوية بيتس مسؤولة عن الكونفيجريشن. قلنا أول حاجة اللي هو الانيبل، في بيت تانية مسؤولة عن الانتربت. ان شاء الله المرة الجاية لما ناخد الانتربت ساعتها هنقدر نستخدم سيستك تايمر بالانتربت، اللي انا ايه ما عملش حاجة اسمها بيزي ويت، واقعد اتشيك على الستيتس او الفلاج اللي هو هل كاونتر فايرد ولا لا. لا، انا ممكن اسيبه هو يشتغل وانا اروح اعمل البروسيسنج بتاعي، واول ما كاونت داون يوصل لغايه زيرو يروح ايه عامل لي انتربت ان خلاص هو فايرد. فايرد يعني وصل للفاليو اللي انا عايزاها، اللي هو وصل للزيرو.
بيت تانية اسمها الكلوك سورس وهنتكلم عليها دلوقتي. دي واحنا بنعمل في كونفيجريشن قالك انت لازم تستها بواحد. دي معناها ايه؟ دي معناها ان انت معتمد على الكلوك بتاعة السيستم بتاعك. لو ما تستتش بواحد ده معناه ان انت بتقول ان انا هعتمد على external clock، وده اصلا مش supported في ايه، في الفاميلي بتاعتنا بتاعت التيفا سي يعني. فهو بيقولك ان دي خطوة اساسية اللي انت لازم تستها بواحد. بعد كده في فلاج بيقولك هو الكاونتر ده fired ولا مش fired، اللي هو فلاج يعني بيقولك الستاتس بتاعها وصل ايه، هل بتست بواحد اول ما يحصل فايرنج ليه. فده اول ايه ريجستر، والباقي ايه نوت يوز يعني، اي ايه نوت يوز. طيب تاني ريجستر اسمه ريلود، وريلود من اسمه كده انت بتريلود فيه الفاليو. الفاليو دي انت بتحط انت عايز تعد كام مرة، كام تكاية، 80,000 تكاية مثلا. انا بختار الفاليو دي بناء على ايه؟ على شويه حسابات هنعملها بره، فبيزد على الفريكوانسي اللي عندي، بيزد على التايم اللي انا عايزاه، اروح عامله الايكويشن بتاعتي، اروح جايبه انا عايز اعمل كام تكايه، فاروح حاطه الفاليو ده في الريجستر اللي هو 24 بت ريلود فاليو. هو بقى ياخد الفاليو دي ويبتدي ايه، يقعد ينقص منها تكايه كل مره لغايه ما يوصل للزيرو. طيب الريجستر الاخير هو اللي بيرفلكت الكرنت فاليو بتاعت الستاتيك تايمر، وده يعني انت ما بتتح يعني ما بتتحكمش فيه، او انت ما بتقربوش غير في وقت بس الكونفيجريشن في الاول. فهو يعني كان كاتب لك معلومة ان انت لما بتكتب فيه اي فاليو هو بيحصل له كرينج او ريسيت. فهو بيقولك يعني for initialization احنا هنكريت ال enable bit عشان turn off ال static timer، هنحط ال value بتاعتنا في ال load register، هنرايت أي value لل current register عشان نكليره يعني نعمله clearing لل current value اللي موجودة فيه. تمام. بعد كده ن set enable bit to turn on static، هنشغل الستيك تايمر، وطبعا كمان هنست ايه الكلوك سورس الواحد، وقلنا ان احنا لازم نسته بواحد عشان نقول ان احنا معتمدين على الباص كلوك. تمام. هنا بقى بيحكي لك القصة، قال لك ايه، قالك اول ما بتعمل enable assistive timer هو بيشتغل. تمام. قالك لما يكون ال current value بت count down from 1 to 0، يعني انت بتشوف اصلا ال current value اللي بيحصلها decrement في ال current register، فاول ما يحصل الحتة دي اللي هي يحول من 1 ل 0، الفلاج اللي هو count flag لو تفتكروه اللي هو كان هنا اللي هو ده، تمام، بيروح معموله ست ايه، بيتست الواحد. فلذلك دايما هتلاقينا في الكود بتاعنا لو احنا بنستخدم البيزي ويت دايما بنتشك على الفلاج ده، اللي هو ان احنا نبقى في لوب ونقعد نتشك على الفلاج ده اتست بواحد ولا لا. بس قالك بقى ايه، قالك بعد النكست كلوك سايكل الكرنت ريجستر يتعمل له تاني ريلود تاني بالفاليو بتاعت الريلود ريجستر، يعني كانه بنخش في انفاينايت كاونتينج. هو خلاص خلص الكاونتينج بتاعه، السيستم تايمر خلص ال 80,000 تكاية دي، طيب حط تاني من اول جديد 80,000 تكاية في الكرنت واقعد نقص منهم تاني واعمل كاونت داون تاني. تمام. عشان كده دايما بنستخدمه في البريودك ايه، periodic interrupts، او اللي هو يعني ان انت بتستخدمه في periodic delay. فقالك في الحالة دي ال current register هو automatic بيحصل له reloading بال value اللي موجود في reload register. تمام. فقالك بالطريقة دي هو كل شوية بيحصل له continuously ايه decrementing. طيب
فقالك يعني لو انت حاطط في الريلود ريجستر ان فاليو، ده معناه ان هو بيحصل له رولز اوفر، اللي هو بيعيد نفسه تاني بعد ايه ان بلس 1 كاونتس. بس يعني دي الملخص بتاعها. حد عنده سؤال قبل ما نبتدي نحل؟ انا ما فهمتش قوي هو بيقل ازاي. ماشي. هو انت عندك 3 ريزيستور مهمين بالنسبة للستيك تايمر. اول واحد بتاع الكونفيجريشن، فده ايه تمام. تاني واحد احنا بنحط فيه فاليو ثابتة، اللي هو انا عايز اعد كام تكاية، 80,000 تكاية، 800,000 تكاية، whatever، بتحط الفاليو فيها. تمام. تمام. هاي الفاليو دي بتفضل ثابتة، يعني انت يعني احنا لما ان شاء الله هنعمل اللاب هتلاقي ان الفاليو دي ثابتة في الريجستر. طيب انا عايزة اشوف ايه الكرنت فاليو اللي موجودة. يعني مثلا انا هبتدي بالريلود فاليو ماينس 1، النكست كلوك سايكل هتبقى الفاليو اللي موجودة في الكرنت دي هتبقى اللي هي ريلود ماينس 1. تمام. النكست كلوك سايكل الكرنت دي هيحصل لها ايه؟ ريلود فاليو ماينس 2، بعد كده ريلود فاليو ماينس 3، انفورس كلوك سايكل تبقى ريلود فاليو ماينس ايه 4 and so on. فهو الكرنت ريجستر هو اللي بيبقى شايل الكرنت فاليو حاليا، يعني انت في انهي كلوك سايكل ادي الفاليو بتاعتك اهي، وبيقعد يديكريمنت بقى، كل ما يديكريمنت يروح مقابلات الكرنت فاليو بالايه الفاليو الاخيره اللي هو وصل لها. تمام. مش بس ماشي. هنا بيقول لك اعمل فانكشن سي فانكشن to initialize the static timer with maximum reload value. ايه الماكسيمم ريلود فاليو بتاعتنا؟ اللي انت تاخد ال 24 بت تحطهم كلهم بواحد، فده الماكسيمم فاليو. اوكي. فهو كل هنعمل خطواتنا الثابته، وبس هي التركية اللي انا احط الانيشال فاليو بتاعت الريلود هي الماكسيمم فاليو اللي هي اكبر فاليو ممكنه موجوده. تمام. انت هتقول ايه؟ انت هتقول ان انا عندي فانكشن وات ايفر اسمها، ممكن نكتبها مش عارفة انتوا شايفين السكرين ولا لأ، يعني المفروض انا بكتب. شايفين. شايفينها تمام. تمام. المفروض انا مثلا اقول ان هو اكتر كلمة انسى بس، واقول ايه اللي انا عندي بقيت مثلا اتوقع مثلا الخطوات بتاعتنا بقى المعروفة، يعني اللي هو اللي انا عندي ريجستر اسمه نستد فيكتور، مش عارف انتربت حاجة كده، الريجستر ده اسمه كنترول ريجستر، احنا قلنا ان احنا هنصفره، هصفره عشان نكلير كل حاجة فيه including البيت زيرو اللي احنا عايزين ندسيبل فيها السيستك تايمر. بعد كده انا بقول ان انا عندي ريجستر اسمه ريلود، ماشي، هنحط فيه وحيد فهنقول ان انا عندي اصفار بوحيد اصفر، يعني احنا ايه نفتح الكالكوليتر ونبقى الفلوس ساعتها ال 24 بت كلها واحد كده. اوكي. ونحط ال current value، نكتب اي value، يعني هو في الكتاب قايل لك اكتب اي value او حط في الداتا شيت في ال current value هيعمل له clear، بس يعني الحاجة الأوقع اللي انا احط 0.
تمام. بس مش معنى انت مثلا تحط فاليو تانية في الكرنت ريجستر هيحط الفاليو اللي انت بتحطها. هو بالنسبة له اللي هو لما بيشوف ان انت بتكتب في الكرنت هو هيكلير هالك. تمام. هو يعني كان حاطط لك النوت دي. بعد كده الكنترول ريجستر تاني هنعمل ايه؟ هنانيبل السيستك تايمر بالكلوك سورس. لما نيجي نانيبل السيستك تايمر كلوك سورس هتبقى دول صفار، بعد كده 1 0 1 اللي هي 5 بس كده. فدي ايه اول ايه اول اجابة. بعد كده السؤال اللي بعديه بيقول لك write C function that wait for 1 millisecond using system timer assume the system timer operates on 80 megahertz. فخلينا الأول كده نفكر مع بعض أنا المفروض أعمل ايه. ماشي. ال frequency بتاعتك 80 megahertz، فيبقى الكلوكاية الواحدة بتاخد قد ايه في التايم؟ واحد على 80 مايكرو. تمام صح. يبقى ال 1 كلوك هي 1/80 ميجا هرتز، تمام، اللي هي 12.5 نانو سكند. فاحنا السيستك تايمر ده المفروض ان هو بيعمل number of cycles، او يعني ان هو بيعد value محطوطة في 2 باور 24، تمام، مضروبة في التايم ده. يعني الكلوكاية بتاخد 12.5 نانو سكند، فهو كأن ايه، احنا بنعد كذا تكاية، ما كل كلوك سايكل بتكاية، فأنا كأني بعد كده 2 باور 24، ده الماكسيمم يعني في 12.5 نانو سكند. ماشي. طيب دلوقتي أنا ال 1 كلوك ب 12.5 نانو سكند، فأنا عايز أعرف أنا محتاجة كم تكاية أو كم كلوكاية عشان أجيب ال 1 ملي سكند، فأعملها إزاي؟ ممكن اعمل 1 ملي سكند على أيوة 12.5 نانو. صح، ال 1 ملي سكند على 12.5 نانو سكند اللي هي 1 ملي سكند على 12.5 10 باور نيجاتيف 6. هو نانو سكند يعني من 1 سكند للنانو سكند بيبقى اللي هو 10 باور ماينس 9، بس من ملي سكند للنانو سكند هتبقى ايه، باور ماينس 6. هتبقى كام بقى؟ حد يقول؟ ثمانين ألف. ثمانين ألف صح. يبقى أنا محتاجة كده عشان أعمل 1 ملي سكند محتاجة كده كام؟ 80 ألف إيه؟ تكاية. ماشي. تك. يبقى دي حساباتي اللي أنا أقدر أعملها بره. حد عنده مشكلة أنا جبت 80 ألف دي منين؟ يبقى أنا هحط في الرود فاليو كام؟ 80 ألف. بس هي حاجة بس بسيطة، أنا بحط 80 ألف ماينس 1، تمام. يعني أنا ما بحب أعد 10 مرات وهبتدي الفاليو بتاعتي من زيرو، أنا هقف عند كام؟ 9. فعشان كده بالظبط نفس الكلام، ادام انا بعد من زيرو او هوصل لزيرو في الكاونت داون، فلازم ابتدي اللي هي من 80 ألف ماينس
واحد، تمام؟ فيبقى كل اللي انا هعمله ان انا هستخدم نفس الكود ده، تمام؟ بس الحاجة المختلفة اللي انا هغير الحتة دي بان انا احط فيها ايه 80,000، تمام؟ ماينس واحد. وحاجة بس أخيرة ان انا ايه هعمل بيزي ويت، ان انا هقعد اعمل لوب ان انا اخليه يستك فيها لغاية لما يحصل فايرنج للسيستك تايمر. فدي حاجة ايه الفرق يعني. تمام، حد عايز الكالكوليشن دي ولا مساحة عشان نكتب الكود بتاعنا؟ هتسكردو. انا كل اللي هعمله ان انا هعمل الكود بتاعي برضو، اللي انا هقول ان انا عايزة اويت سيستم ويت مثلا 1 مللي سكند، ماشي؟ نفس الكلام بقى، ان انا الاول هديسيبل الكلام ده، احط ال اسمه ريلود. مثلا لو انا هحطها بالديسيمال اللي هو 80,000 ماينس واحد، وبعدين بس اهم حاجة ميك شور ان انا هكلير ال current register just in case ان هو لو كان بيعد قبلية. اخر حاجة بس اللي انا هعمل busy wait، اللي انا هقعد اتشيك هل البتاية رقم 16 بقت بواحد ولا لا. هعمل لوب كده، هقعد اقول ان البتاية رقم 16 في الكنترول ريجستر تقريبا يعني رفلي بالماسك بتاعها بزيرو ولا لا. لو هي بزيرو، ايه خليك في البتاع ده. لو هي مش بزيرو اطلع بره اللوب. اول ما تبقى بواحد يبقى حصل فايرنج واطلع بره اللوب. يبقى احنا كده بنعمل waiting for 1 milli second. تمام. طيب هو انا مش ده عندي كده، اتفضل. مش ده كده هيوقف الكود على الوايل دي؟ ما هو عشان كده بنسميه busy wait او software pooling، اللي هو انا طيب بوقف كل حاجة وبفضل اقعد اتشيك. خلي بقى واخد انا البروسيسور قاعد بيقعد يتشيك على الستيتس فلاج في certain register. عشان كده ان شاء الله لما ناخد الانتربتس بالنسبه لنا احنا الانتربت احلى. فانا هانيبل الفيتشر اللي اسمها انتربت في هنا في السيستك تايمر اللي هو بيت واحد، تعمل لها انيبلينج وخلاص، مش هتضطر تعمل اللوب بقى. راحت فين اللوب اللي احنا كاتبينها؟ مش هتضطر تعمل لوب. ترجع انت تكمل بقى البروسيسنج بتاعك، واول ما يحصل فايرنج ايه تبتدي تروح السب روتين اللي هتحصل لها كولينج وقت ما يحصل انتربت في السيستم تايمر وتنفذ الكود بتاعك. انت مثلا تكابتشر كوردينيتس يعني وات ايفر بقى. طب انا عندي سؤال دلوقتي. انا اقدر من اول مره احط لو هو مثلا عايز نستنى 1 مللي سكند، ففي الكيس بتاعت ال 1 مللي سكند انا اقدر استخدم على طول الفانكشن دي واحط الريلود فاليو اللي هي 80,000 تكايه ماينس واحد و enable الأسفل اللي دي غلط، دي كانت المفروض اكس مش سايبني كده. enable ايه ال enable السيستك تايمر واستنى لغاية ما الفلاج يبقى بواحد. في ساعات
يعني حسب اللاب مثلا والسبيكس. يعني لما هنشوف في اللاب انا محتاجة ان انا استنى 1 سكند، ولو انا بأوبريت على 80 ميجا هرتز وعايزة استنى 1 سكند، لما تيجي تحسب الفاليو بتاعتك وتشوف انت عندك كام تكاية، تقريبا هيطلع لك بتاع 80 مليون تكاية. يعني حد يحسب لنا كده ال 1 سكند على 12.5 نانو سكند، اللي هو 12.5 في 10 باور 9، هيطلع لنا كام تكاية؟ اه 80 مليون. الرقم ده أكبر من إن هو يفت في 24 بت، تمام؟ فهتحس إن الموضوع كده إيه، مش فيزابل. يعني حساباتك كده الواضح إنها يعني مش هينفع نعملها، مش هتنفع نحط في الريلود فاليو. ما انت لو حطيت في على فكرة الفاليو دي حطيتها في الريلود، هو مش هيعترض، هو هيعمل ايه؟ هيعمل ترانكيشن، هيقطع الفاليو اللي هي اكتر من 24 بت وهيكمل عايش حياته. انت شايف ان الدنيا شغالة بس هو مش شغالة صح، تمام؟ ف انا يعني احنا هنتعلم طريقة ان احنا نعملها بطريقة جينيريك. عايز اي ديلي تعمله 1 سكند 2 سكند وات ايفر الديلي انت عايز تعمله، احنا هنثبت يونت نعرف نحسبها بالسيستك تايمر ونكررها عدد مرات معينة بحيث ان احنا نحقق ال 1 سكند. يعني بمعنى ال 1 سكند دي فيها كام؟ 1 ملي سكند. تمبر 3 تمام، فانت معنى كده ان انت هتلف 1000 مرة، تمام؟ فمثلا يعني هتعمل لوب 1000 مرة تعمل فيها الديلي بتاعك، اللي هو تنادي على الديلي بتاعك اللي هو مثلا 1 مللي سكند. هل فهي دي دايما الطريقة اللي ايه اللي بنلجأ لها وهنلجأ لها في اللاب ان احنا نعمل القصة دي. طب ممكن أسأل سؤال قبل ما نكمل بس؟ السلايد اللي فوق اللي هي 7، ايوه، هو أنا لو مسحنا أول لاين ده إيه اللي هيحصل؟ يعني هيبقى إيه المشكلة؟ آه بص، هو اللي هيحصل ان هو ممكن، مش احنا قلنا ان هو بيديكريمنت كونتينيوسلي، فانت اصلا في النص عايز تكونفيجره سام هاو ان هو يرلود فاليو تانية بقى ويعد بحاجة تانية. خلاك انت عندك واحد سيستم تايمر واحد في السيستم بتاعك وانت عايز ترلود فاليو تانية، هو اصلا شغال كونتينوسلي في حاجة تانية، تمام؟ بي ديكريمنت وانت شغال مثلا بالانتربت مود، تمام؟ ف وانت بتريلود في النص فاليو تانية، راح عمل فاير، راح ساب اللي هو بيعمله وراح راح للسب روتين بتاعت الانتربت بتاعت سيستك تايمر ينفذ فيها كود، وانت مش عايز اصلا تعمل كده. انت عايز توقف بقى وتعمل تكونفيجر حاجة جديدة وتبتدي يكاونت تاني. فهو actually يعني هو بما اننا احنا بنستخدم بيزي ويت، فمش هتلاقي اول حاجه دي شغاله، فعشان كده هتلاقي الاجابه اللي محطوطه دي هو ناسي الحاجه الاساسيه ان هو يديسيبل وينيبل، اللي هي الخطوه الاساسيه دي، ما هي منساه من الاجابه اللي هنا، تمام؟ هي مش هتاثر قوي في حاجه زي كده، انت بيزي ويت فانت عارف ان انت يعني مش هيحصل الانتربت، بس هتحصل مشكله لو انت مينيبل الانتربت فيتشر. تمام. هو دايما الأسلم إن احنا نعمل كده، هو هيأكت كوركتلي بس مش الأصح حاجة. الحاجة بقى اللي احنا عارفينها، قالك repeat the previous question using assembly. فانت هتاخد كل statement تبتدي تحولها، يعني كل statement اللي هي مثلا في السي اللي انا بقول الريجستر ده ايكوال الفاليو دي بتتحول بتاع 3 instruction او 4، يعني اللي هو انا بلود الادرس في register، استخدم الادرس ده في ال indirect addressing mode عشان access الميموري اخد الفاليو بتاعت في الميموري واحطها عندي في register، او اللي انا update واروح على طول عاملة store في المكان ده، تمام؟
تعمل الكالكوليشن بتاعك وبعد كده تعمل ستور. اهم حاجه ان احنا ما ننساهاش ان احنا بنستخدم في الاسمبلي اللود والستور، لان دايما الريجسترز دي ليها عشان انها تبقى شيرد، وانها زي ما قلنا انها تبقى متشافه من الديفايسز التانية وكده، لازم احطها في الميموري especially ايه ال registers. تمام، فدي بس الحاجة الأساسية يعني. فهو عمل function اسمها كذا sysdecant whatever بقى، هي نفس الاسم اللي في السي، يروح عامل load للأدرس مثلا بتاع الكنترول، تمام، ويحط مثلا initial value of 0 في temporary register اللي هو R0، ويروح حاطط store على طول في R1. تمام، هو مش محتاج ياخد ال old value ويأبديت عليه ويستور، لا هو clear ده على طول. نفس الكلام في الريلود، الريلود برضو حط ال loading address بتاعها في R1 عشان استخدمها في ال indirect addressing، وحط value في temporary register R0 اللي هو كلها افات دي اللي هي ال 24 بت كلها افات، راح اعمل ستور في R1. تمام، دي الفانكشن الأولى اللي هي عملنا بيها ال maximum value، ده في ال initialization في الأول خالص مثلا. بعد كده نفس الكلام، هتحط ال انت عايز ت clear ال current register، نفس الكلام، هي نفس الخطوات. هي يعني هو الفكرة ان كل instruction في ال C في الحالة هنا عندنا بتترجم تقريبا لتلاتة instruction او اربعة instruction لو في حاجة جديدة يعني، بس كده. نفس الكلام، بعد ما تحصل configuration تروح عامل ايه، عامل enable لل control register. ده اول function خلصناه. الفانكشن التانية اللي هي بتاعت wait 1 ملي سكند، بتريلود الادرس، بتحط الادرس بتاع الريلود ريجستر في R1، وتحط الفاليو اللي هي 80000 تكاي ماينس واحد في R0 اللي هي تقريبا بالهكسا الفاليو دي، وتسطرها، هتكلير ال current value وتenable ال control register، وبعدين تعمل بقى busy wait loop كده اللي انت تشيك على ال ايه ال flag. فهو مستخدم هنا اللي هو ال end s suffix اخرها suffix s، دي معناه ان هو بياخد ال value اللي في R3 يعمل لها ending مع الماسك. فهنا ال ending بتاع الماسك هو بيصفر كل ال bits ما عدا ال corresponding bit اللي هي ال 16 اللي انا عايزاها. فال value ال results بتاعتها بتست ال condition flag، يعني ال value بتاعتها لو بزيرو اللي هو الزد فلاج، لو بزيرو بيعيد اللوب تاني. هنا حاطط الكونديشن اللي بعديها اللي هو برانش ايكوال، هو بيتشيك لو الزد فلاج بزيرو او اي تاني، لو لا خلاص بيريتيرن اللي هو برانش اند اكستشينج تقريبا اللي ار ريجستر، بيريتيرن بعد كده من ايه من الفانكشن. تمام، انا بس قلت اكونفيرم على هي اند اس دي لانها جات في الامتحان وكان في ناس كتير حسيت انها confused منها يعني. تمام، فدي زيها زي مثلا اللي انت بتعمل مثلا test instruction، نفس الكلام test instruction، انت بتاخد ال value في الريجستر بيعمل لك اند مع الماسك ويست condition flag. بس زي ما قلنا الفرق ان ال instruction دي بتحط ال results بتاعت ال ending في ايه في register. تمام، تمام. هنا بقى بيقولك write C function that uses the function written in question 2 to make generic delay function that wait for multiple of 1 millisecond. ده اللي كنت بقول لكم عليه. انا ممكن اكتب الكود بتاعي بطريقه generic، ليه؟ لان انا ممكن في الكود بتاعي يعني مثلا انا مستخدم سيستك تايمر لكذا حاجه. تمام، اول حاجه اللي انا عايز اعمل delay عشان اكابتشر الجي بي اس، عايز اعمل delay اللي انا اسند الداتا باليو ارت بعد فتره معينه، واعمل ديلي ان انا اطبع الكاركترز على ال LCD
بعد فترة معينة، تمام؟ والديلي من تاسك للتانية بيختلف. واحدة مثلا أنا هستنى 1 سكند، واحدة لأ أنا هستنى 10 ملي سكند، واحدة أنا هستنى مثلا بتاع 5 ملي سكند. فأنا ممكن أعمل إيه؟ أنا أشوف ال smallest unit عندي إيه. ال smallest unit عندي 5 ملي سكند ولا 1 ملي سكند ولا 10 ملي سكند، براحتك أنت في الكود اكتب اللي أنت عايزه. لو نفترض مثلا هنا في الكود عندي اللي أنا عملت the smallest delay time delay عندي كبلوك، يعني اللي هو 1 مللي سكند، فانا هكتبها. هنكتب الطريقه بتاعتها ان هو ببعت ان انا بعد disable واروح حاطه reload value اللي هو الديلي ماينس واحد، واروح ايه الديلي ماينس واحد اللي هو 80,000 تكايه ماينس واحد، وانيبل السيستك تايمر واقعد اتشيك على الفلاج، وخلاص الفلاج اتثبتت اخرج من الفانكشن. فدي الفانكشن الاساسيه اللي عندي. بعد كده على حسب انا عايزه ايه بقى، اعمل فانكشن تانية مثلا وابعت لها عدد المالتيبل اوف تايمز اللي انا هنادي فيها ال 1 مللي سكند، تمام؟ دي هنكتبها خلاص. الفانكشن دي بقى بعد كده انا اناديها في الكود بتاعي وابعت لها الفاليو. انا عايزه الف 10 مرات، الف 100 مره، الف 1000 مره. لو انا عايزه 1 سكند مثلا، هلف مثلا مش عارف 1000 مره مثلا. لو انا عايزه 5 مللي سكندز، هلف 5 مرات بس. يعني ايه هلف؟ يعني لوب واقعد اكول اللي هو سيستك ويت 1 مللي سكند، الفانكشن اللي احنا كتبناها من شويه دي اللي هي سيستك ويت 1 مللي سكند، الف 5 واكول، تمام؟ فده بيسموها الجينيريك ديلي فانكشن. انت بتثبت يونت اساسيه، اظهر يونت اساسيه عندك، وتروح عامل فانكشن اللي انت بتلف عليها لوب وتناديه، تمام؟ وتغير بقى قيمة الديلي دي أي حتة في المكان في الكود بتاعك. فنعملها مع بعض. أنا هعمل فانكشن، أنا خلاص اعتبرت إن فانكشن اللي هي سيستك ويت 1 ملي سكند دي كتبت، احنا كتبناها بالسي وكتبناها بالاسمبلي، فالدنيا تمام. انا بقى عايزه اكتب فانكشن تانية بتعمل لوب عليها وتعد عدد مرات حسب ما انا عايزاها، اسمها void delay. مثلا وابعت ايه مثلا time delay، اي بقى اي بارامتر يعني، بس تسموه تسمية منطقية يعني. أنا هعملها بارامتر، أوكي؟ أنا مش هثبت عدد لفات عشان أنا عايزة أعمل الكود بتاعي جينيريك، فهخليها بارامترايز. ألف 5 مرات، ألف 100 مرة، ألف 1000 مرة، على حسب الوقت اللي أنا عايزة أعمله، عشان كده هخليها بارامترايز. انت فاهمين ليه عملت بارامتر؟ أسيوما يعني انتوا مجمعين معايا البوينت اللي انا بتكلم فيها. هو مش انا ده عشان استعمله في الفور لوب او في اللوب اللي انا عامله عشان ما يخرجش غير لما يخلص عد المرات اللي انا عايزها. بالظبط، ده الماكسيمم نمبر اللي يلوب عليها. انا عملت هنا كاونتر اسمه اي، لف عليه قول اي فور زيرو، اي اصغر من التايم ديلي بقى، اي بلس بلس. طبعا لو البادي بتاع الفور لوب او لو اكثر من وان ستيتمنت بتحطوا البريسز، بعد كده تحطوا الفانكشن اللي هي سيستك اسمها سيستك ايه، سيستك ويت 1 ملي سكند بس كده. يبقى انا بنادي على فانكشن ديلي دي في الكود بتاعي وابعت لها 5 مرات، يبقى انا عايزه ديلي 5 ملي سكند. يعني ممكن في الكود تحت مثلا اقول ديلي مثلا في المين فانكشن مثلا ديلي 5 وبس كده، تمام؟ ديلي 5 او ديلي 100 اللي هو 100 ملي سكند، او ديلي 1000 ملي سكند اللي هي 1 سكند.
فدي كده تطلع جينيريك ايه دي. وقت ما اكتب ما انا عايزه ايه ايه الرقم اللي انا عايزاه، انادي على الفانكشن دي. تمام. تمام. ده السؤال، معلش، هو اتفضل. مش احنا قلنا لو التايمر خلص بيرجع اي تايم تاني، ان هو بيريودك يعني؟ بالظبط. بس احنا ما استعملناش الحوار ده هنا، صح؟ يعني احنا كل مره بننشلايز من اول وجديد ونحط الفاليو، صح كده؟ عشان ليه بقى؟ زي ما انت قلت كده، هو بيعد من وقت، يعني على ما يخلص ممكن يعد تاني. فانت خلصت الكولينج ده، لما انت ايش ضمنك؟ دي كانت غلطة بيقع كان في قبل كده، فيها شباب وقع فيها لما كانوا بيعملوا البروجكت اللي هو بتاع المايكرويف. انت ايش ضمنك انت لما تيجي تعيد تاني؟ تمام. الانستراكشن دي مش هيكون هو بيرولود تاني او بيعد تاني. انت عايز تضمن ان انت اول ما بتبيجن اللي هو ال 1 مللي سكند، ان هو فعلا بيبيجن ال 1 مللي سكند، مش من النص، فاهم؟ مش من الكاونتنج، من النص. اه تمام. انا كان قصدي ممكن نعمل لها initialization مره، وبعد كده نخلي الكاونتر ده تحت الوايل على طول، يعني اول ما يخرج من الوايل هيكاونت، وهو periodically هيطلع تاني ويعمل الكاونت، هيعمل كاونتر تاني لغايه لما يوصل، وبعد كده الفلاج تريجر، وبعد كده كاونت تاني، وهكذا. اللي انت عايز تحط الفول لوب، يعني الفول لوب تبقى فين في الكود؟ معلش، اللي هو بتاع التايم ديلي ده. يعني انا عايز انشالايز دي مره واحده بس فوق، وبعد كده اعمل جوه الكونديشن اللي هو بتاع وايل ده. طب انا نرجع للكود كده. ايوه، اللي هو ده. اعمل ايه بقى هنا؟ تمام، هو كده تمام. الوايل دي نحطها جوه الفور لوب، بعديها الكاونتر اللي هو انكريمنت، او لما الوايل دي خلاص تخرج بره الوايل يعني. فهمتك. انت تحط اللوب هنا، اول ما يخلص تروح عدد تاني وتروح عاملها تاني، صح؟ مش هو الفلاج ده كنت بيتريجر وبعد كده ينزل تاني لما يبدأ من يعد من الأول؟ بص، ما هو انت محتاج تكلير الفلاج مع كل ريلود، لان هو مش هيكلير نفسه. يعني هو مش اول ما بيعد من الاول ما بيعملش كلير، يعني بيفضل لون. تقريبا على ما اتذكر ما كنت مشغله، كان حاجه زي كده. فهو يفضل ان انت كل مره بتنادي على ال smallest unit block ان انت تبتدي كل حاجه من اول وجديد، عشان تميك شور ان مفيش حاجه في النص مش مظبوطه. زي ما بقولك، كان يعني في حاجه اللي هو انت ال instructions ذات نفسها بتاخد وقت بالتنفيذ. فانت ايش ضمنك ان انت بتنفذ الانستراكشن ده هو ما يكونش اصلا ابتدى يعد في حاجة تانية؟ فده اول حاجة، عشان كده لازم انشالايز من اول وجديد وديسيبل الكنترول، بلس ان انا كلير الفلاج بتاع اللي هو الفايرنج. تمام. تمام، مش مهندسة ممكن نسأل؟ الحاجات دي، حاضر. الحاجات دي مشاكلها بتظهر لما بتنيبل الانتربت. دي بقى مشاكلها بتظهر جامد جدا، او بتبقاش فاهم اللوجيك ليه مش شغال صح. اتفضل. هو هنا بس احنا لما عملنا فور لوب، هل هي كده اصلا هيبقى الديلي اكيوريت؟ اصلا الفور لوب دي اكيد مش بتحصل في نو تايم، ان احنا نزود الكاونتر ونتشيك عليه وكده، فمش هيبقى فيه. بالظبط، بتاخد وقت. تمام، يعني هي مش اكيوريت قوي الميثود دي يعني. هو الاكيوريت اللي انت تحط طبعا الريلود فاليو وان هو يشتغل على طول، بس بما ان انت يعني محدود للاسف بالماكسيمم فاليو، فلازم هتضطر تعمل لازم هتلجأ للطريقه دي. الفروقات بتبقى وقت بسيط،
مش كبير قوي، يعني مش هتحس ان هو واضح ان في ديلي، لا هتحس ان هو فعلا بينفذ الوان سكند يعني almost roughly يعني. فبس فده صح. انما فهو بالنسبه لنا كده هو يعتبر بيعمل، مثلا لو انا عايزه ديلي 1 سكند يعتبر ان هو بيعمل ال 1 سكند roughly صح. تمام. تمام، شكرا. هو كان في مره هما كانوا بيعملوا مشروع تقريبا مايكرويف، بيعملوا موديلنج للمايكرويف سيستم. وكان في مرة هما المفروض ان هما لو بيحصل انتربت في المايكرويف، لو تفتكروا المايكرويف بيعمل كاونت داون، تمام؟ لو انت فتحت الباب، دوست على الباب او دوست على اللي هو بيستوب اللي هو البوز، فالتايمر يفضل ثابت وتروح فاتح الباب وبعد كده تقفل الباب ويروح ايه ريسيوم الكاونتينج داون، تمام؟ فلما انت بتعمل تفتح باب او كده، ده كان ايه، كان بعمل مثلا انتربت من جي بي اي او اللي هو مثلا بوش بوتن لو احنا تخيلناها كده. فانت بتعمل انتربت تروح تنفذ الكود اللي في الانتربت وترجع تاني. فهو الشباب لما كانوا بيرجعوا تاني كانوا بيكملوا على تقريبا نفس الريلود فاليو حاجة زي كده، انا مش فاكرة بالظبط الخطأ فين اللي كانوا بيعملوه، بس هو ده مش ده الصح. هو كان الصح ان هما يخزنوا اخر value موجودة في current register، وبعد كده لما يرجعوا يعملوا له reload تاني بال value اللي كانت موجودة في current register ويكملوا عليه. يعني ده كان المفروض الصح اللي يتعمل. هما ما كانوش بيعملوا كده، كانوا تقريبا عاملين conditions وحاجات زي كده. فهو اتقال لهم طب انتوا لما ترجعوا مش عرفكم ان system timer مش شغال وبيعمل decrement لل values، فهترجعوا تكملوا على حاجة مش الفاليو الصح. بصراحة مش قادرة افتكر قوي كانوا بيعملوا ايه ساعتها الخطأ. فدي يعني كانت ملحوظة ان انت تديسيبل التايمر وتاخد الكرنت فاليو تخزنها على الجنب مثلا وتكمل شغل في الانتربت، وبعد كده ترجع تريلود الفاليو بالكرنت فاليو اخر مرة كانت هو وصلها قبل الانتربت وتنيبل السيستم تايم بس. دي يعني كانت نوت على الحتة بتاعت السيستك تايمينج. شكلنا هنخلص بدري. ده آخر سؤال. بعد كده ناخد ريست وبعد كده نرجع تاني على اللابس الساعة 10. إن شاء الله يعني. قالك ايه؟ قالك write a C program to flash ال LED بتاعت الديفا C for each color in order red, blue, then green، يعني ننورها مرة red مرة blue مرة green with delay 1 second each between each color، يعني 1 second 1 hour لred، 1 second تنور ال blue، 1 second تنور ال green، تمام؟ قالك بحيث ان ال value بتاعت ال red is كذا والبلو كذا، يعني هو سهلها لك. بس هو actually انت المفروض بتبقى عارف الفاليوز، لان انت لو انت هتستخدم البيلد ان ليدز بتاعت التي بي سي فانت عارف البنز المتوصلة عليها الليدات دي، اللي هو بورت اف 1 بورت اف 2 اللي هو البناية اف 2 على بورت اف، بناية 3 على بورت اف، فانت المفروض تبقى عارف الماسكس دي. بس هو يعني ساعدها لك. قالك assume system timer operates على 80 ميجا هرتز. احنا خلاص بقى ظبطناها مع بعض من شوية، التايم بتاع ال 1 كلوكاي على 80 تساوي كام كتايم، تاخد تايم قد ايه لو انا باوبريت على 80 ميجا هرتز؟ قلنا ان هي 1 على 80 ميجا هرتز اللي هي 12.5 نانو سكند، تمام؟ طيب شوف بقى انا عايز كام تكاية لو انا عايز اعمل ال 1 second. ألف من 1 مللي اللي احنا عملناها. 1 second على ال 1 second على ال 12 و
بوينت 5 في 10.9. ليه هنا عملت باور ماينس 9؟ عشان انا بحول من السكند للنانو سكند. بس قال الباشمهندس كان ساعتها قال كام مليون؟ 80 مليون صح؟ بكاية 80 اهو. والله بقى عندك كذا طريقة، يعني عندك اللي انت ممكن تعمل ال smallest unit بتاعتك 10 ملي سكند. يعني احنا في اللاب بنشتغل مثلا ال smallest unit بتاعتي 10 ملي سكند. 10 ملي سكند يعني 800 ألف تكاية تقريبا. يا إما تشتغل على ال smallest unit بتاعتك اللي هو 1 ملي سكند، اللي هو 80 ألف تكاية. يعني دي متروكة لكم يعني. تمام. فالمهم انا لو هستخدم، هو يعني انا لو هو شيت الأسئلة كلها مبنية على بعض، فانا كاني بكتب بقى برنامج في الاخر هدفه ان هو عايز ينور الليدات بعد الديلي 1 سكند. انا بنيت اللي هي البيلد سمولست بيلدينج يونت اللي هي ال 1 ملي سكند، وبنيت الجينيريك ديلي ان هو لوب في لوب على الفانكشن اللي بتقول ان هي ويت 1 ملي سكند. فانا بقى عايز اكتب البرنامج بتاعي في الفانكشن المين انها اللي بتقعد تنور لي الليدات دي. خلاص انا عندي تو فانكشنز، اعمل الفانكشن الاخيره اللي هي بتاعت الابليكيشن بتاعي. ماشي. فمش عارفه انتوا شايفين السكرين ولا لا؟ ادي بويد مين. ادي void main. ماشي، احنا قلنا الابليكيشن بتاعي لازم يكون في while loop. تمام. ادي while loop اهي، ده هي while true. تمام. وبعد كده هنعمل الابليكيشن بتاعنا. الابليكيشن بتاعنا بيقول لك ان انا عايز انور الليدايه بفاليو معينه. فانا عايزه فاريبل يكون شايل فيه الفاليو بتاعت الماسك اللي هي بيست فيها البلو ولا الريد ولا الجرين ولا كده. فانا الفاريبل دي هيبقى temporary ومن نوع ايه، character او unsigned character. تمام. فانا عايزه ايه، انا عايزه طبعا انا مأسيومة اللي انا كاتبه الفانكشن اللي بتعمل initialization لبورت اف، لو تفتكروا اللي هو جي باي او initialization، اللي انا enable الكلوك واللي انا enable الديجيتال انبوت اوتبوت، وان هم هيبقوا اوتبوت الدايركشن منها تحايد، ومش عارفه هديسيبل الانالوج فانكشن واصفر البي سي تي ال، الخطوات المعروفه دي. تمام. فدي انا مأسيومة ان ايه، ان بورت اف جاهز للتنفيذ، يعني جاهز للشغل على طول. فانا المفروض يعني الكود بتاعي ان انا هقول ان انا عندي ريجستر اللي هو جي باي او داتا. تمام. اتست فيه ال temporary variable دي. طيب وبعد كده ال delay بتاعنا ايه العظيم، ال delay بتاعنا عشان لو انا عايز اعمل 1 ملي سكند، فانا لازم زي ما الباشمهندس قال انا هحذف ايه 1000 بار. طب هل الكود كده صح؟ لا، الكود فيه مشاكل.
اول حاجه ان الليند دي نوت انيشالايزد اللي هو تمبري فاريبل، فهو في ربح مش هيأكل صح، فاهم؟ تاني حاجة أنا ناسية الكود اللي هو بيقعد يشفت، مش شافت، يغير الفاليو بتاع اللاب. أنت طبعا لك الحرية في طريقة الإمبلمنتيشن، أنا هكتب مثلا الطريقة إيه يعني الملخص المفيد. في ناس هتعمل إيه في كونديشن الأول، تدي initial value للليد هنا مثلا، نفترض إن هو مثلا هنا كده x 0 2، ويعمل كده يعمل إيه في كونديشن ويغير الليد كل الفاليو، تمام؟ لو هي كانت بريد خليها بلو، لو هو بلو كده لا. بس بما اننا احنا لاحظنا ان الفرق الترانزيشن من الاولا الفاليوز بتاعتهم مالتيبل اوف تو يعني، تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه ان التشنج بتاعها من الفاليو مثلا 0 2 ل 4 ل 8 ده كانه شيفت ليفت ايه باي 1 بوزيشن، تمام، اللي هو اللي انت بتضرب في 2. فانا ممكن بدل ما اعمل if condition اللي انا في الاخر يعني بعد ما بسيبت الفاليو بتاعت الليد بعد الديلي انا احطها كده. والدنيا تبقى شغالة ايه كويس يعني. طيب بس المش يعني انت بس ممكن الفكرة ان دي ممكن ايه ان الكود ده ممكن ما يأكتش صح. ليه؟ اولا في حاجتين، انت كده بتشفت كل شوية وبتنور اللي اتضايق، بس انت مش بتعمل كليرينج في الاول، مش عارف مفهومه ولا لا. يعني هو المفروض ايه، هو بيقول لك نور للداية كل 1 سكند. فانا لو انت عملت الكود ده كده، هو اولا هو هيفضل ينور ايه الاحمر ثم البلو والبلو يعني، ولما بينور البلو الاحمر هيكون متنور، بعد كده الجرين، لما ينور الجرين هيكون الريد والبلو ليدز متنورين، فهو بالتالي كده ايه مش صح. فانت لازم الاول تضمن ان في ان البنات دي اساسا كليرت، مش عارفه انتوا فاهمين قصدي ولا لا. اه تمام، عشان احنا بنعمل اور فهيقعد يأكيوميليت يعني. هيست بت تانية غير البت اللي معمولة سيتنج في ال previous iteration. اه تمام، طب فديت بس ايه ان احنا بنكلير الفاليو اللي هي او اكس 0 تمام. طيب حاجة أخيرة بس، أعتقد إن إن دي لو سيبناها في جوه الوايل لوب إن هو هيفضل يشفت أكتر من 8، يعني هيوصل ل 16 وهكذا، وزن ال 8 بيتس بتوعنا، تمام، يعني 2 باور 8 يديك فاليو وين من 0 ل 255. فهو لما يقعد يشفت هيشفت ارقام انا مش عايزاها، انا عايزه سيركيليت ستارتنج من 0 اندنج ل 8، بعدين يروح عايد من جديد من 0 ل 8، تمام. فممكن انت تحط الكونديشن بتاعك اللي هو الايف كونديشن ان هو بس يعيد من اول وجديد ان يعمل الليد ده is valid، أو إن أنا ممكن أعمل كده أستخدم for loop، يعني كلا الحالتين is valid، أستخدم for loop. وأعمل بقى فيها الطريقة دي إن أنا أخلي الليد initialize الليد دي جوه، فدي طريقة يعني إن أنا أخليها إنه يلوب لغاية أديله 8 مثلا وأخليه يتشفت ايه 1، وأخليه ليد ايكوال ليد في، وبس أكومنت السطر ده، أكومنت السطر ماشي.
بس كده. او انا بقولكوا لو انتوا هتعملوها بالايف كونديشن ده على اعتماد ان احنا في وايلد ترو، تمام؟ فا يعني يعني سواء كده ولا كده ايه. نعم، ده الملخص بتاعنا. ده كود طبعا مطلق الحرية، أعتقد. معلش أنا آسفة، ده الكود اللي هو يتنفذ مرة تقريبا، يتنفذ كذا مرة دام هو جوه الوايل لوب. ده اسمه ايه، ده initialize starting من الريد، once وصل للزيرو تمانية ايه يخرج بره اللوب، يروح عايد تاني من أول وجديد وهكذا. او انتوا ممكن تكونترولوها بالايه، بالايف كونديشن. بس طبعا نخلي بالنا بس من الحاجات البسيطه اللي هي زي اللي انا دايما اضمن ان انا بكلير الليدز قبل ما اسيبت الفاليو الجديده. يعني الحاجات دي، ده بعد كده الديلي يتحط بعد ما انت بتسيب، عشان مثلا انت سبتها لون احمر فسيب الديلي وتعملها. طيب في الحالة يعني كان في مثلا، أنا مثلا أفترض إن أنا السيستم بتاعي عايز إن أنا أخلي الليد تنور وتطفي، تنور وتطفي، يبقى 1 second أنور، بعد كده 1 second أسيب أطفيها، 1 second أنور، 1 second أطفيها، تمام؟ يعني لازم أحط الديلي بعد ما أنور وبعد ما إيه ما أطفيها، عشان أشوف الإفكت بتاع التيرن أوف بتاع الليدز. فعلى حسب الفانكشنات المطلوبة مننا بنعمل الكود بتاعها. عند عن شايل احنا خلصنا. عند عن شايل معلش يا باشمهندس، المفروض في الفويل بتبقى ليد بتبقى أصغر من يعني ليز دان ايكوال ولا ليز دان بس؟ أصل كده أنا لما أوصل لآخر ليد مش هيدخل في اللوب أصلا، صح؟ فخلينا نشوفها كده. بم 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 بم. أول مرة تبقى جري... تبقى ريد شي، بعد كده الشيفت هيبقى بأربعة هيتشك، بعد كده هيبقى التانية، فمش هو يخش الصح، فهو غالبا لازم يكون أصغر من، أو إن هي تبقى أصغر من 16 بقى. الشيفتنج اللي بعد كده هي دي هتبقى طيبة بقى، عايزين نصلحها. انا كنت ساعة كاتبة اصغر منها بشوية يعني. تمام، باشمهندسة نعم. أنا مش فاهم أوي السيستك ممكن يشتغل إزاي مع الانتربت، يعني لو في كذا حاجة إزاي، لو هو سيستك واحد في المايكرو كنترولر إزاي ممكن كذا حاجة تبقى مثلا، لو زي ما حضرتك قلتي من شوية إحنا لما مثلا لا فتحوا بص، كذا حاجة يعني، بص كذا حاجة دي بقى بنستخدم لها real time operating system، يعني هندل كذا تاسك. انما احنا بنتكلم في ان هو سيستك تايمر بيبقى شغال على طول بال old reload value، فانت عايزه خلاص. انت مثلا بتبقى عامل حاجة اسمها state diagram. مثلا عادة في ال embedded system بنعمل state diagram، احنا معظمنا بنعتمد على ال final state machine. فانت في الاول، في اول مراحل مثلا سي انت بتبارس حاجه باي بيريودك تايم، تمام، في السيستم بتاعك.
وحطيت reload value اللي انت عايز تستخدمها، انت تبرس الكوردينيتس دي كل 10 مللي سكند، فانت عملت الكونفيجريشن بتاعها تمام. خلصت ال GPS وانت enable ال interrupt، خلصت ال GPS مثلا parsing coordinates، عايز هتموف بقى من السيستم بتاعتك، من زي كأنه فلوشر بتموف بقى من الحتة دي للحتة اللي انت مثلا ايه تعمل processing فيها. ال processing ده مثلا مش محتاج في السيستم statistic timer خلاص. بعد كده تروح مثلا عامل moving اللي انت مثلا عايز تتبع ال calculation مثلا بتاعت ال distance على ال LCD، فانت محتاج statistic timer، فانت هتنادي على الفانكشن تاني تعمل ري انيشاليزيشن تاني، تعمل ريلود فاليو مثلا بس فاليو مختلف اوكي. بس وانت مثلا بالكونفيجر ممكن يجيلك انتربت سيستم تايمر، فانت مش عايز تعمل كده، انت عايز لا، فلازم ايه تديسيبل الاول سيستم تايمر، تعمل كونفيجريشن وبعد كده هو ستيل. احنا عندنا واحد بس ماشيين سيكوانشالي عادي، بس هو بيفضل لو انت مش قافله هو يفضل يعد وانت بتعمل بسم بروسيسنج لحاجة تانية. مش عارف يعني هل انا جاوبت سؤالك كده ولا انت ستيل برضو عندك حاجة تانية؟ هو تمام، هو ده السؤال فعلا، بس انا يعني مش فاهم برضو ازاي ممكن اوقفه واروح اعمل حاجة تانية وانا لسه بستخدمه، مش فاهم. اه دي ما مش انت عندك الكنترول ريجستر، اه تمام، مش انت عندك حتة الانيبل، انا ممكن اعمل له ديسيبل خلاص، مش هيكمل عد، هيقف عند اخر حاجة هو موجودة في الفاليو في الكرنت ريجستر، فانت تعمل ريد للفاليو بتاعت الكرنت ريجستر اه خزنها عندك، وتروح تنفذ اللي انت عايز تنفذه في السب روتين. لو حصل مثلا انتربت من جي بي اي او بريفرال او حاجة، تروح تنفذ الكود بتاعها وترجع تاني، اللي هو زي مثلا انت بتدوس على زرار اللي هو البوش بوتن. كان هما ساعتها قالك لما تدوس على البوش بوتن اللي هو التاني اللي هو سوفت وير سويتش 2 ده مثلا، يعني لو بنتكلم مثلا على السيستم بتاع مايكرو توقف العد فبيروحوا الساب روتين ده وبيفضلوا في لوب كده، يقعدوا يتشكوا الباب اتقفل ولا لا. وانا كنا احنا حاطين لهم ساعتها الكونديشن ان الباب يتقفل لما يكون في فاليو كذا على السوي او على الزرار، يعني لما مثلا زرارين يتداسوا، لما زرار واحد من التاني يتداس، حاجه زي كده تمام. فبيقعدوا يتشكوا وانس ان خلاص لقوا الفاليو اللي على البوتن دي خلاص تمام، خلص يعني موجوده، كان الباب كده اتقفل، هيرجعوا من السب روتين تاني لنفس المكان اللي هما فيه، فتا بقى ايه ياخدوا الفاليو ويعملوا initialization تاني للتايمرز وكده، ويعملوا enable السيستك تايمر ويكمل الشغل. تمام يا باشمهندس، شكرا. تمام. ماشي يا شباب، خدوا بريك ونرجع تاني إن شاء الله الساعة 10. أنا بس هأجلها، يعني هنبتدي الساعة 10 وناخد بريك عشان يجوين أصل هما اتصالات.